Evet, selamun aleyküm arkadaşlar hepinize. Hayırlı cumalar dilerim. Evet, Hud suresi ayet 63'ten başlayacağız arkadaşlar okumaya. Belki biraz çok uzun video olacak ama olsun. Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة فمن ينصرني من الله إن سألته فما تزيدونني غير تأجير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فأذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأغروها فقال تمدوا بداركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه رحمة منا ومن يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا إن ثمود فيروا ربهم نابودا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تعزل إليه ناكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم لبيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاد بشرى يجادلنا في قوم لوط
İnne İbrahim'e lehalimun nebahum münim. Ya İbrahim'u avridan haza innehu an ca'a emru rabbik ve innehu ma'dihim azabun gayru merdun. Ve lemma ca'ed rusuluna بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عظيم فجاءوا قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي إنا داركم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا قال قالوا لقد علمت ما لنا ببناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سبيلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعدي بعيد وإلى مدين أهلهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تنقصوا المليال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقي يد الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن ندرك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
فَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ فَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عميل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم راقب فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا أهازت الذين ظلموا السيد فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها إلا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآية وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelik de isterim sizden. Hud suresi 63. ayetten 97. ayete kadar okudum. İnşallah bir başka zamana bu Hud suresini bitireceğim Allah izin verirse. Şu anda 12. cüzdeyim arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Cumanız mübarek olsun.